احمد رفعت، انا برحب بيك معايا في وان تيك. اولا مبروك النهارده على برنامج درامي حياتي انا. ايه الكونسبت اللي انت حسيت ان هو مختلف او موجود في الحدث هنا عشان خاطر ان انت تشارك فيه؟ هي هدف، يعني انا مثلا كممثل موضوع البرامج ده فاكيد ما كنتش بفكر فيه اطلاقا، وحتى البرامج انت عارفه بتبقى دايما فيها يعني ممثلين صاعدين او حاجه زي كده، لكن الاستاذ محمد هلال حد يعني قدر يوصل لي فكره بشكل محترم، قدر يوصل لي ان احنا، وهو زي ما بقول انا قلتها قبل كده، ان هو تقريبا واخد فكره كبيره عني ان انا راجل مجتمعي قوي، والحاجات دي انا حابب ان انا اكون مشارك فيها. فلما لقيته بيقول ان كلها مشاكل اسره مصريه، محاكم مصريه، الحاجات اللي احنا بنعاني منها دلوقتي من قضايا الاطفال يبقوا مع مين، الشقق مش عارفه ايه، الشقه دي باسم مين، ده مين خد شقه ايه، الحضانه مع مين، الخلع، كل ده، فاحنا حاجات جدت علينا ودمرت، لان في حاجات بتتاخد من غير مش في مناطقها، يعني مثلا الخلع في اقوال كتيرة عن الخلع على فكرة، ودلوقتي بيتكلموا ان الموضوع مش بالسهولة دي، تمام، ودينيا ليس بهذه الكيفية كمان، يعني مش اللي هو هي انا مفيش كده، اللي هو في الاخر ربنا سبحانه وتعالى الحياة الزوجية ميثاق غليظ، والمساق الغليظ ده هو اللي احنا عايزين نرجع تاني. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال لك ولا تنسوا الفضل بينكم، وقال وأن تعفوا أقرب للتقوى. فربنا طول الوقت حتى اللي بيطلق قال لك اللي بيطلق من غير ما تمسوهن أو تفرضوا لهن، فهماني، فديهم كذا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة. طول الوقت ولا تنسوا الفضل بينكم، طول الوقت في حاجة اسمها قدسية العلاقة الزوجية، قدسية ان احنا ازواج، ما بالك بقى ان العلاقة الزوجية دي كمان تكلل ان يبقى فيه اطفال. يعني انا عارفة انا لو مكان اي حد زوج وفي مشاكل بيني وبين مراتي كبيرة جدا وفي اطفال بيننا، لا الموضوع ما بقاش سهل، ما بقاش يخصني لوحدي، انا جبت ملايكة دول، انا ما ينفعش ان انا ده اختياري، انت لا مؤاخذه اختارك غلط، اذا بهم هم، فهماني. فلازم طول الوقت في حاجه اسمها احنا لازم نرجع تاني قدسيه الحياه الزوجيه، قدسيه الاسره المصريه اللي هي في الاخر كانت موصلانا لايه، موصلانا لابن البلد المصري. ما هو ابن البلد ده طلع منين؟ ما هو طالع متربي انه ما يقدرش يرفع صوته في ابوه، طالع متربي ان هو حاجه اسمها امه دي فوق دماغه، طلع متربي، انا لما بقى الحاجات دي بتخليني، طلع متربي ان انا الراجل الكبير الكهل ده انا خط الدفاع الاول بتاعه، محدش يقدر يجي ناحيته. هو دول ولاد البلد اللي احنا عايزين، هم دول كان الميزان بتاع المجتمع المصري، هو كان ابن البلد اللي كنا بنفتخر ان احنا في مصر تمشي في اي وقت بالليل بالنهار، محدش يقدر يكلم بنت مثلا ماشيه بس